أهلا وسهلا، أهلا وسهلا برمضان 24. اليوم ندعي هالدعوة الإلهية يكون في إنسان اليوم وبكرة وبعد بكرة، ولادة إنسان جديد بجسد جديد ساجد. هذا هو بذرة المستقبل، ولكن الأمل ضعيف يا أخوتي. هالأمل ما تطلبوه من الناس، كل واحد يطلبه من نفسي ثم نفسي ثم نفسي. ما تتأمل حدا رح يتجاوب معك أبدا، مشان هيك التجاوب بيكون من القلب. وقت اللي قال إنما الأعمال بالنيات، وقت اللي قال كل عمل عبادة، بجامعات شرق وغرب ما منشوف بعضنا جسديا، ولكن منقوم بأجمل الأعمال. ليش ما عنا هيك أعمال وهيك تجاوب؟ شوفوا هالثلاث كلمات اليوم: الحميد، المحصي، القوي. لمين عنا الحمد يا أخوتي؟ هل شي مرة بحياتك حمدت الله؟ أنا أول الكذابين بالجماعة. نعم، لما بكون وحدة بضيع، بدي جماعة من أهل الصمت والعرفان والذكر والحمد. ولكن بتشوف بالكلمة المحصي يعني عندك حصن، وهالحصن هو صحن الكعبة، صحن هو صحنك أنت، هو الصحوة، إنك تحصي كل لحظة بحياتك. أنت المسؤول بكل حجرة هي جوهرة. وأيمتى بتجي القوة؟ وقت اللي قال ربي قوني ثم قوني ثم قوني حتى لا أقوى على أحد. لما ربح نفسه ربح العالم، لما نعرف انه الحقيقة ما بدها ديكور، ما بدها مكانات، ما بدها آلة، هي آية خلقك الله بكل عناية. ولكن كلنا بكل أمة العرب والمسلمين ما عنا أي اهتمام بهالمقام، بالتناغم الإنسان مع وين هو هالقوة؟ بالتقوى، قوة المحبة أو محبة القوة. اليوم 24 نهار مميز، تخلق وتموت، وهون بيبتدي إنسان جديد. مش خلصنا رمضان وغيرنا تيابنا، هالسر بهالثلاث أيام يا أخوتي سامحوني موجود بس بمصر بالأهرام، ورح نحكي بهالثلاث أيام سر الأهرام. شو هو هالهرم؟ كيف بيتناغم مع الكعبة؟ كبالة، أنت الكبالة. كيف العلماء ما في عالم عربي حط هالسر؟ شو صار وقت اللي اجوا وشافوا من ألوف السنين هالعلم بهالهرم؟ واجا الحبيب محمد وشو قال؟ قال وفيك انطوى العالم الأكبر. هذا هو السر، سر الروح، سر نعم صلة الأرحام. موجود عند الفراعنة، بس اجا الحبيب وحطه بالإنسان تحت النيفر، من الفكر إلى الذكر لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمه فعل إلى المدد والأبد. هيدي الصفة اليوم، الأسماء: الحميد، المحصي، القوي. مين عم بيقدر يحصي ويكون قوي وحميد إلى نفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم أخي بالروح؟ وين أخوتنا بالروح؟ لوين بدنا نروح بهالنهار؟ من مول لمول، من مطعم لمطعم، بدنا نفتش وبدنا ناكل لقيمات إذا كنت جوعان، أو ماء وحبة تمر. اليوم اللي بيقدر يعيش هالثلاث أيام على ماء وحبة تمر. سيسطع النور، وهالنور اسمه الشمس. هيدا اسم مصر الأهرام، شمس، نور الشمس ونور النيل، اثنيناتهم بشيلوا هالطاقة اللي هلأ سلبية بالعالم اسمها سان دوغز. هون بدها تنشئ من الأهرامات. بس مات هالإنسان يلي ما بعنده احترام لهالهرم،
احترام للنيل، النهر ينهر ويجري، احترام لهالشمس يلي هي الهرم. نعم، كلمة فرعون شمس. ولكن راح العلم يا أخوتي ممنوع، حتى منعوه لو منعوه. إذا بدك الجبل أنت بتطلع، المجلة بإيدي بتقراها وبتشوف التجلي فيك. بلغ آية، فتش على إنسان، على شيخ، على واحد ودود وحميد وتقي وتقعد حده. نعم، كان في ملك قوي كبير وكتير هون، وطلب يروح لعند شيخ. قالوا له هالشيخ هلأ منه بالكوخ، بس انت ملك جرب تقعد هون. قال له انا ملك ودي اقعد بالكوخ. صار يروح ويجي ما يقدر يقعد، ما قدر يقعد ولا مطرح. عرفوا هيك انه ما رح يقدر. بعد شوي اجا الشيخ قال له لانك ملك ما فيك تقعد بكوخ، ولكن هالكوخ قعد فيه كل الاولياء والانبياء وعلماء ورثة. قال له شو هو المفتاح؟ قال له الحميد المحصي القوي. بس انا ملك. قال له بدي قوه بعد تغلب واخذ كل هالبلاد. قال له قوتك منا بالتقوى، قوتك بالسلاح. وعليكم قوتنا هون، السلام عليكم، الحمد لله رب العالمين. تعجب هالملك، قال له انت هالفقير عندك هالعلم؟ قال له لا، العلم يعمي، انا هالفقير بالله عندي هالكرم الالهي، وهيدا لا يعطى الا اذا انت عندك الجوع والعطش. قال له بس منين جبته؟ قال له لحوي فيك وفيني. اليوم بهالنهار الكريم كل السنه رمضان، وبكل لحظه رمضان. نعم، بس حطيت انت عصيان، فاذا جحمل العصا توصل الى سر عيسى، ومن هالسر بتفوت انت على سر الهرم والنيل. ولكن ما فاهم الملك، لان قال له بدك مرشد وبدك تعرف تتواضع انك انت منك ملك، ملك بالدنيا، بس هو ملك الآخرة والدنيا، حسن الخاتمة. سكت. قال له شفت انه معك حق، بس بدي وقت. قال له في ناس بدها ملايين من الوقت، وفي ناس بلحظة بطرفة عين بيدخلوا من النار إلى النور. هيدي السر بإيدك والمفتاح بإيدك، ما حدا بيقدر يغريك ويغويك. يا بتكون مع الشيطان إلا عبادك الصالحين، أو مع هالإنسان يلي عايش أنت. وين بتلاقيهم؟ بالجماعة. ما في حل يا أخوتي إلا اعجل وتوكل على أهل العدل والتأمل. عشان هيك الحبيب طلع الجبل، جبل غار حراء، هونيك احترق بهالنور، شافوا اجا زملوني زملوني، جاب العدل فيقدر يحكي مع بني جهل. اليوم نهار كريم مثل كل يوم، ولكن مميز. فرادا اتيتم. اليوم كل واحد منا يعرف انه بهالطاقه بجسمك بشعرك بصوتك كلك في طواف وفي كعبة. ولما بيأذن وبيرفع الأذان تذكروا بلال، أرحنا يا بلال، بصمت بلال. نعم كلنا هالأذان ليتعدى اللسان والأذان، أو فات على لب الباب بالإنسان. شو عم تسمع؟ هل أنا صادقة بكلمة أشهد، أو عم بردد الكلمة؟ الحق
الحبيب قال أشهد أشهد. من ألوف السنين عم نردد الكلمات مثل الببغاء، صرنا روبوتولوجيست. لوين منروح هلا؟ شو حيكون الفطور؟ مي وتمر اذا فيك، وانت جالس على الارض على التراب بجلسه الكرسي توحيد. كلنا كنا نقعد بديوان ونسمع على هالانسان، مش للعصيان. تمرد من الشك الى اليقين. من ملايين السنين عم بيدعينا للصلاة، تواصلنا، فتحت عنا صلة الأرحام، شفت الكشف الإلهي. اليوم وبكرة وبعد بكرة الأهرام كلها بدها تسجد لهالإنسان، الكعبة بدها تفتح إلى البيت العتيق. إذا أنت بدك تشوف بنور الله، كتار من الأطفال نعم بيشوفوا، من أهل التقوى، من أهل البشارة، من الموحدين اليوم. ولكن نراقب هلأ نشوف المحصي والحمد، وين أفكاري عم بيروحوا؟ شو عم فكر؟ بالتجارة؟ مين اللي عم يسمع؟ مفتوحين الدينة؟ مش هاي الأذن، الأذن الداخلية. بس بسمعهم كل يوم 5 مرات، مرة قال له إذا بتسمع الأذان، مرة إذا بأرحنا يا بلال. خلص فت على البيت، صرت من أهل البيت، ما بقى بدك أي شريعة وأي طريقة. الطريقة إنه ما يكون عندك طريقة. خلص فت على البيت. قال له ليش ما عم بتصلي؟ قال له ما بقطع صلاة تصلي، ما بقطع صوم تصوم. بالشكر تدوم النعم، والشكر مش بالكلام بل بالفعل. فإذا هالنهار مثل غيره هيك رح يضيع. أستودعكم حيث لا تضيع ودائعكم. شو الوديعة اليوم؟ شو بدنا نقول؟ بأجمل مقام موجودين، مصر سر هالأسرار. من كل العالم اجوا على الأهرام، صاروا يدرسوا كيف يعني هيدا كأنه منه ميت هالجسد، وعملوا أهرامات صغيرة للكلب مات فيها، حطوا شفرة حلاقة ما فيك تزوم سنة مسنونة بتضل شفرة شفرة. نفسيني ماتت بس بعدها كأنها مش ميتة، الكلب كأنه ما مات. الطعام قوي كتير حطوه بكل بيت تقريبا، برا في هرم صغير بغرفة النوم، وفي علبة اسمها أورجون بوكس فيها سر الكعبة وسر الهرم. شو عملنا؟ غيرنا في خلق الله، ما بقى في أنف طبيعي. هيدا الهرم كيف بدها تفتح الناصي والبصيرة ونحن غيرنا بصرنا وميت بصيرتنا؟ شو اللي خلينا اليوم بدل ما نلحق الحميد والمحصي والقوي لحقنا هتلر وستالين، نعم ونيرون، كل اللي حكموا بظلم بنار بقتل ولحقناهم، والانتفاضة اللي عم بتصير اليوم بأمة العرب، ليش ما منلحق سيدنا إبراهيم عيسى موسى محمد؟ ليش اخترنا نلحق القتلة المجرمين؟ شو اللي وصل هتلر مطرح ما وصل؟ قال بدي شيل الحزب الشيوعي، شو بعمل؟ نازل. كانوا 19 شخص، قال لهم ما فينا نعمل إلا بالإجرام،
بس يجتمعوا الشيوعيين يضربون بالحصى بالحصوة مش بالمحصى. صاروا مطرح ما يجتمعوا يضربون بالحجار. يعني قديش انتو؟ نحن 19. مين الرئيس تبعكم؟ هتلر. صار يلحقون، قال له تتكون امين بدك تفوت بحزب هتلر. فاتوا بحزب النازية. هيك اخذهم وكذب وصدق كذبته وحكم المانيا واوروبا. وهيك ماو تسي تونغ وهيك ستالين، هيك نيرون حرق روما تيتفرج عليها، هيك امريكا. قالوا له سلمت اليابان، قال لهم بدنا نجرب الامله الذريه. ليش ما عم نلحق ذره خير؟ شو عم بصير انتفاضه بامه العرب وعنا ايه في القران؟ ليش ما عم نلحق هالقران هالانسان هالعرفان؟ بسبب ما حدا يقول الحق عليك، كل واحد يقول. ليش عم نعمل هيك؟ ليه ما عملنا هيك؟ مين السبب؟ أنا السبب. وإذا عرفت السبب زال العجب. نحن اللي عندنا سر هالأهرامات وبرا عم بيعملوا مثلهم، بيحطوا المرضى وتصح. ما في دواء، ما في فرمشية، ما في. الصيدلية هي صيدلية الروح. وبس نفكر بدنا نعمل هيك عمل بأمة العرب، أول ناس بتمضي العرب. شيلوا هالحقيقة، هيدي منا ملك العرب، وهي من عند العرب. كلنا يا أخوتي بطبيعة الإنسان بالفطرة الإنسانية كلنا مسلمين. المسيح قال أسلم الروح واهتزت الأبوان. شو عملنا؟ كم حرب اسم الصليبية، كم حرب اسم الجهاد، كلنا بربريين. وين الديمقراطية؟ ما في ديمقراطية يا أخوتي طالما عم نتعامل مع السياسيين. فإذا كل واحد منا بتشوف أي سياسة، أي إنسان حامل ألقاب وقعت بالمطب، من منكم محمد وعلم آدم الأسماء؟ إذا نحن صايمين تناكل كل الليل، صيام هالثلاث أيام على مي وتمر، شوفوا شو بيصير. انتوا اختبروا. وقت سألوا وين البلاء من الله، هالنوى من تم لتم، هالشفافية اللي بالتمرة، ليش؟ قالوا بالمفرد وبال واحد ثلاثة ستة وتسعة. كيف حكيهم؟ كيف اجا وحدهم الحبيب؟ The divinity of trinity. جسد فكر روح جفر. كيف وحدتهم هالتمرة؟ أمكم النخلة، عمكم الأرض وعمتكم النخلة، أم وأم بتعم، أنت طائر صعود. فإذا نرجع إلى الكتاب، كتاب الله المبين والمقروء والمنظور، ما عندنا حل إلا اعقل وتوكل. ما عندنا حل يا أخوتي، سيبحوني اقراها. قال كن في الحياة كعابر سبيل، واترك وراءك كل أثر جميل، فما نحن في الدنيا إلا ضيوف، وما على الضيف إلا الرحيل.